Whoa! أهلا يا رجل، انتبه يا رجل. ها أنا يا رجل، أحب قول رجل يا رجل. هذا أنا شيكس، أتعرف؟ الفتى الذي يتدخل في شؤون الآخرين دوما. نعم، رائع. شكرا يا توني. ليس أنت يا تشاك تشيبرسون، بل النظارات الإلكترونية. هذه النظارات هي أفضل جهاز للتدريب. اظهر أي لاعب في مجال رؤيتك، ولدي مدربون وصحفيون وكل ما يخطر ببالك. لا أعلم يا توني، أشعر أن هذه الأشياء تدفعني للجنون. انتظر إذن. هكذا أفضل؟ مرحبا توني، أيمكنني أن أجربها؟ جون جونسون الصغير، من المفترض أنك تعالج مشكلة الضريبات. اطمئن بشأن الضريبان يا توني، لقد اهتممت بأمره. هل اختفى الكائن المقرف أخيرا؟ لن تراه مجددا. أعطني هذه النظارة على الفور. إن هذه ليست لعبة، وتستخدم فقط لأجل التدريب أو التخريب. هيا رحبوا بنجم هوليوود الكبير. لابد من أن طولي يصل لعشرين قدماً. الماتادور، سجلت 10 أهداف في 4 مباريات، ما هو سر أدائك الاستثنائي؟ حسناً يا لينا، أكون بشكل جيد فألعب جيداً. أسناني لامعة، رأسك الضخم، والشعر المثالي، ومغرور لدرجة فظيعة، واللمسة النهائية، التصميم الخاص بي، النظارات الثمينة الفريدة من نوعها. أو لا أحد يلمس نظارتي، حقوق تصنيعها محفوظة، وإن أردت صنع واحدة أخرى فيجب أن أقاضي نفسي. أسرع يا الماتادور، المدرب ينتظر. لا تنصح مثاليا. يستحم في اليوم أكثر مما أستحم في شهر. إنه ينجح. مجلة سيلبريتي ستوكر تقول إن الماتادور هو أشهر شخصية في الدوري الممتاز. ماذا؟ كانوا يوزعونها مجانا في الطائرة. لم يفعلوا، أتينا بطائرتنا الخاصة. الماتادور أفضل اللاعبين، دائماً يحب المشجعين. نجحت إعادة التصميم، نسخة مثالية مع قليل من سحر الرؤية الإلكترونية. رائعاً، سأسجل الكثير من الأهداف. ضربان، سأخرج من هنا. الضربان. مقرف جدا، عندما أضع يدي عليك سوف أسحقك. شيء غريب في نظارتي، هل عبث أحدكم بها؟ لم يلمسها أحد يا رجل. نعم، لا أريد مقاضاة. حسناً، دعونا ننتقل للأهم. أولاً يجب علينا مرحباً توني. ليس عدلاً، سمح توني للاعب فريق سوبر سترايكا باستخدام نظارة. إن لم يكن يسمح لي باستخدامها سأصنع أفلاماً بنفسي. حان وقت العرض. تكنيكالي فريق قوي في الهجوم، يكتسحون الفريق المقابل بالأهداف، لكن تواجدهم عند خط الهجوم سيترك الدفاع مكشوفاً. لدينا الرجل المناسب لاستغلال الفرصة، صح يا الماتادور؟ الماتادور، متأكد أن هناك شيئاً غريباً في نظارتي. لنقم بهذا الآن، يجب علينا هزيمة تكنيكالي. نعم، ترى ماذا يخطط توني فيرن المجنون؟ اليوم الأول، رائحة نتنة جداً، حشوت أنفي بجوارب الماتادور لأحجب الرائحة. لم ينجح الأمر.
أمسكت بها. لا لم تفعل. ماذا أفعل في المشهد الأول؟ لصالح من تعمل، أظهر فقط في مجلات الفئة الأولى. مجلة بوني تيل؟ أوه بالطبع، احرص على إظهار الجانبية الجافة. وكت، مشهد رائع. جون جونسون الصغير، ماذا تفعل في مختبري؟ لا شيء يا توني. مقرف، ما هذه الرائحة؟ لا أريد التحدث عن الأمر. المتادور، كنت متاحاً. آسف يا شيكس، كنت سأمررها، لكن الصحفي أراد صورة لأجل مجلة بوني تيل. أي صحفي هذا؟ ذلك الرجل الذي يقف. لابد أنه حصل على ما يريد، فشكلي جيد لأخذ الصور. عموماً تدريب جيد، سأذهب للاستحمام. هل رأيتم صحفياً؟ بناءً على مجلة جوسب، الماتادور يبدي علامات الانهيار العصبي الذي يصاب به المشاهير. اشتريتها من أجل صديق. حسناً. حقاً؟ ما اسمه؟ انسى الأمر، مكتوب: من العلامات الواضحة للانهيار العصبي جنون الارتياب. قال إن أحداً عبث في نظارته. الهلوسات؟ كالصحفي غير المرئي من مجلة بوني تيل. أهناك شيء آخر علينا الحذر منه؟ رغبة في تدمير غرف الفندق. وغرف تغيير الملابس. ماذا؟ آسف يا صديقي، ولكن هذا لمصلحتك. ماذا؟ إنقاذ للمشاهير، أمسكوه. كم مرة علي أن أخبركم يا رفاق؟ هناك دخيل غامض عبث بنظاراته، وضربان خرب غرفة الملابس، وصحفي حاول تصويري خلال التمرين. الإنكار علامة واضحة على الانهيار العصبي. تشعرون بالغيرة لأنهم اختاروني لأكون على غلاف مجلة بوني تيل. بحثت عنها، لا توجد مجلة تدعى بوني تيل. نعم يا رجل، انتهت موضة بوني تيل منذ زمن. كيف تجرؤ على هذا؟ يا شيكس، أنت تصدقني صحيح؟ أنا... حسناً، سأذهب للتسكع مع أحد يعرف شعور أن تكون نجماً كبيراً. حسناً حسناً، لقد فهمنا. الأمور تسوء، سوف أتحدث معه. عليك أن تسرع يا شيكس، إلا إن كنت تعرف النجم الكبير الذي سيتسكع معه. نحن في هوليوود، يمكنه أن يكون أي أحد. لا تقلقوا، هناك نجم كبير واحد يصغي له الماتادور. أوه يا الماتادور، من الصعب أن تكون نجم كرة قدم غير مفهوم غنياً ووسيماً للغاية. أعرف كيف تشعر. جون جونسون الصغير؟ توني لا يثق بي لفعل أي شيء، ولكنه ليس هنا. أنا لا أزال أؤمن بنفسي مهما قال الجميع عني. هل تخرج بهذا الشكل دائماً؟ عادت موضة الثمانينيات، قماشة النايل الرائجة. أخبر نورث شو بهذا. البوني تيل هو أحدث صيحة. تهانينا على ظهورك على غلاف مجلة بوني تيل. شكراً لك. مهلاً، كيف علمت بالأمر؟ الأخبار تنتشر بسرعة في هوليوود. حسناً، هذه فرصتي الذهبية. ماذا تحتاج الأفلام؟ دراما. الماتادور، ما الأمر؟ زملائي في الفريق يظنون أنني جننت. أتسمع هذه الموسيقى؟ دراما تم، ماذا بعد؟ الإثارة. محارب نينجا؟ ماذا سنفعل يا جون جونسون؟ ماذا تريدون؟ نشعر بالغيرة من تصريحات البوني تيل، أعطنا إياها أو واجه العواقب بنفسك. أتريد البوني تيل؟ تعال وخذه. فليكن إذن. يا أخي، نحن إخوة ويجب ألا نتعارك، أليس كذلك؟ غير مقنع.
المتادور، نحن قلقون عليك، عد إلينا. أبدو كوالدته. يا المتادور، الثقة أهم عندما نكون فريقاً. ما أحاول قوله هو أنني أظنك ها؟ مجنون. شيكس، ساعدني المتادور. لم ننتهي بعد يا المتادور. البونيتيل سيكون لنا. شيكس، محارب النينجا الأشرار يريدون أخذ البونيتيل. المتادور، يجب إذن أن ترى هذا. أوه يا رجل، كلاوس كان محقاً. أنا أعاني فعلاً من انهيار عصبي. المباراة ضد تكنيكالي، إنها غداً. شيكس، ماذا سأفعل؟ ربما يجب ألا تشارك. لن تخبر المدرب، صحيح؟ يا رجل، أمامنا فرصة لهزيمة تكنيكالي على أرضهم. أرجوك، أنا شريكك الودود الهداف، يمكنك أن تعتمد علي، سأكون بخير. يوم المباراة قد حان، فريق تكنيكالي ملتزمون بتشكيلتهم الهجومية. إذا كان المتادور في الهجوم فسوف يهزمهم. إذن يا شيكس، ماذا حصل مع صديقك سيد الاستحمام هنا؟ أيرى أشياء ستعيقنا؟ هل حالته الذهنية تسمح باللعب؟ حسناً يا رفاق، عما تتحدثون؟ نعم، كما قلت، إنه طبعاً بخير. اليوم الثاني، الرائحة لا تزال عالقة، لكن يجب أن أبقى مركزاً على مهمتي. حسناً يا الماتادور، حان وقت العرض. وها قد بدأنا. أحسن يا شيكس، وبشكل فعال جداً. لدى الماتادور فرصة مبكرة لإحراز هدف، وطريقه مفتوح. من أين أتيتم يا رفاق؟ أتوا من أسوأ كوابيسك. شيكس، خذ الكرة. بدلاً من التسديد، قام الماتادور بتمريرة خاطئة. الأمر ينجح، أنا عبقري. جيد أنني لست مكانك. المتادور، لقد كنت متاحاً يا رجل. أعلم. وصلت المتاعب لفريق سوبر سترايكا. لاعب تكنيكالي يقدم ناداً حماسياً. تكنيكالي نجحوا بالقيام بأمر عجز عنه الماتادور خلال الشوط كله. صديقي، أنت تحت ضغط، لذا علي أن أخبر المدرب. لا يهم يا شيكس، كما قال لي جون جونسون البارحة، علي أن أؤمن بنفسي مهما قال الآخرون. لحظة، متى التقيته؟ البارحة قبل هجوم محاربين، أظنه لم يكن حقيقياً. لم يكن الماتادور يكذب بشأن الضربان، إذن جون، من على غلاف مجلة بونيتيل هذا الشهر؟ الماتادور بوضوح، لم أسمع بمجلة بونيتيل، علي الذهاب وداعا. غير معقول، لا 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 لا، شيكس يعلم بأمر النظارة، علي أن أصلح الأمر. ظننت أن النظارات قد صنعت للتدريب فقط. توني، لماذا طلب منا أن نلتقي به؟ توني، أجل، هكذا أفضل. ما الذي فعلته؟ لم أكن أنا، إنه الضريبة. أنا أتحدث عن نظارات الماتادور. ظننت أنه يمكننا استخدام المساعدة للفوز. كف عن النحيب، سجلنا هدفا. ولكنني أردت هدفا عادلا. استمع الآن، الماتادور قد استبعد بينما نحن نتكلم. ارجعوا ودافعوا عن التقدم الذي أحرزناه. ألديكم أسئلة؟ أجل، ما هذه الرائحة؟
من الواضح أن أحدا لديه مشكلة خطيرة. حسنا، أنا أعترف، أدمن المجلات التي تتحدث عن المشاهير، أحتاج مساعدة. كنت تتحدث عن الماتادور أليس كذلك؟ رفاق، رأيت ضريبانا. أنت فعلا محظوظ. ألا تفهمون؟ الماتادور لم يكن يكذب بشأن غرفة الملابس، وهناك الأهم، إن اللاعب جون جونسون كان يعلم بأمر مجلة بونيتيل. من يعلم بأمر مجلة مختلقة؟ لأنه هو من اختلقها. إذن ما الذي يجري؟ مهلا مهلا، انتبه يا رجل. حسنا، ابقى هادئا يا جون جونسون، عليك الذهاب إلى الماتادور قبل شيكس. أهلا يا الماتادور، اسمع يا صديقي، أنا لا أشعر بحال جيد، فعندما أعود لغرفة تبديل الملابس قد أكون غريبا قليلا. ها، تعرف القواعد يا شيكس، سأتصل بالمحامي. لذا تجاهل أي شيء أقوله لك، نحن نحتاجك في الملعب في الشوط الثاني. حسناً، لقد ذهب. لقد بدل توني فيرن نظارتك بمنظار يصنع لك واقعاً افتراضياً. إذن لست مجنوناً. هل يمكنك أن تلعب بدونها؟ كلا أيها المدرب. إذن سأستبعدك. قام توني فيرن بتخريب نظارتي، جعل زملائي يظنونني مجنوناً، والأسوأ منه أنه لمس نظارتي. عليك أن تدعني أعود للملعب. عاد الفريقان للشوط الثاني، وأول من ظهر الماتادور. أنا متفاجئ أنه في الملعب بعد أدائه السيء في الشوط الأول. لم يقصه عن اللعب؟ حسناً، الماتادور أنت على وشك أن تعرف ما يستطيع هذا الشيء فعله. الماتادور في خط الهجوم، هل سيلعب جيداً في الشوط الثاني؟ سوف أتفاجأ إن استطاع إيجاد الكرة من الأساس. أوه، لقد تجاوزت لاعبين، إليك 10 آخرين. ما الذي سيفعله أيها السادة؟ سيمرر الكرة إلى نفسه. أوه، كان يجب أن تدمر أداءه لا أن تحسنه. ماذا عن بعض التأثيرات الخاصة لجعل الأمر أكثر إثارة؟ لا أحد يلمس نظارتي وأنا على قيد الحياة. هيا يا الماتادور. أعرف أنك كلجو الحقيقي. لأنني لست معجبا بمجلة بونيتيل. سيفي بالغرض، مررها إلي. خذ هذه أيها الأحمق. هذا رائع. هذا مستحيل. إنه مذهل حقا. حسناً يا بريندا، تحركات الماتادور اليوم كانت أبرز حدث في المباراة. كيف يمكن لهذا اليوم أن يسوء؟ سيفي بالغرض. يا رجل، كان هذا أكثر هدف مجنون رأيته. نعم، أفضل بكثير من كونك مجنون. أعتذر لأننا لم نثق بك. لا عليك، كان خطأ توني. سنلقن ذلك الفاشل درساً. مجلة سبايت فلتين لديها مقال عن أفضل 10 طرق للتصالح مع صديقك. اطمئنوا يا رفاق، أعلم كيف أجعل توني يدفع الثمن.
اشتري نظارة الرؤية الإلكترونية ذات التقنية العالية. على الأقل يمكنني كسب مالي مجدداً بأشيائي السخيفة. يا زعيم، وجدت بعض الأشخاص المهتمين بنظارة الرؤية. أهلاً وسهلاً، ليشرف بالتعامل معكم. من أنتم؟ محامو المتادور. نريد التحدث عن انتهاكك لحقوق الملكية. ما هذه الرائحة؟ لا أود التحدث عن هذا الأمر.